انا مستنيه الفقره دي بصراحه، لانه يعني الاعداد ادانا فكره كده من بعيد قوي عن اللي هيحصل فيها. هي اسمها الصديق الخفي. المفروض انه كل حد فينا ليه صديق قريب منه، احنا مش عارفين مين، بس الاعداد بتاع البرنامج تواصل معاه وهو المفروض بعت لنا رساله، وكل حد فينا هيقرا رساله للتاني. ماشي، من صديقه يعني، من صديقه على لسان صديقه. اوكي، والمفروض ان انتوا تتوقعوا مين الصديق ده، لانه صديق خفي، من خلال الرساله. هتبدأي بمين؟ حاله رعب من الجيم دي رهيبه. ليه يعني؟ عشان اصحابي كلهم ما شاء الله الله اكبر ما يسطروش. عندي انا بقى الواجب ده، انا اللي هقرا لك ال هنبتدي نبدا بيه. انا اقرا دي، عايز تقريني انت الاول ولا ايه؟ ماشي، مش هتفرق اي حاجه. اقري له، اقري له، ولا عايز تستنى للاخر؟ استنى. لا يلا يلا. يا شريف، نعم، عشان الاهتمام ما بيطلبش، حبيت اهتم بشم النسيم، بس المعلومه الاهم في الرساله دي ان المكرونه بالبشاميل سخنه في الفرن. ده لغز. ده صديق خفي ايه؟ والعماني بنت ولا خلصت؟ خلاص خلاص، بنت ولا ولد؟ مين اللي بيعمل لك مكرونه في الفرن بالبشاميل؟ بنت ولا ولد؟ I have no idea. ما نعرفش. اصلا في حد واحد في دماغي. يلا جرب حظك. مين؟ زينب زازو. برافو. برافو عليك. برافو، صح بجد؟ عرفتها. اصل انا قلت السوق السوق. اهو اهتميت بيك بقى في عيد شم النسيم، عشان ايه؟ الاهتمام ما بيطلبش. دي كلمتها. بس انا يا جماعه زازو هي يعني هي زينب، بس بتحب اسمها يكون زازو اكتر، وهي تعتبر هي فاميلي، تعتبر اختي يعني، بس هي قريبه عزيزه جدا 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 عليا. مامتها تبقى بنت خاله ابويا على طول. اوكي، فاحنا كازنز تقريبا يعني. بس اكتر من كده هي الجلو، عارفه زي بقول لك ايه، السامغ اللي بيلم الجروب كله او الجروبات كلها. هي اجتماعيه جدا 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 وناجحه جدا جدا وحبوبه جدا وصديقة جدا، يعني من نوع الصديقات اللي كل عيد ميلاد او كل مناسبة نجيب الهدية ونعمل الكارت البرسوناليزد، وهنعمل لك الهدية اللي انت عايزها، وهنعمل لك السليبريشن، احتفائية جدا. I'm very lucky. انا very lucky ان هي شيز ذا وان، او هي اللي معانا في شم نسيم اللي بتحتفل. طب خلينا احنا بقى اللي نقول لها كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا زازو، وشم نسيم طيب عليكي، وتكوني مبسوطه، ومش هنأخر لك شريف علشان تحتفلوا بشم النسيم باذن الله. بجد وبجد شكرا يا زازو. انا كان نفسي في مكرونه، بس انا بصور. سيبي لي بعد بعد شويه، بعد ما لسه في حياه بعد الحلقه. اللي بعده. طيب انا يا ايه هقول لك مين صديقك الخفي، صديقتك الخفيه. يلا بينا. بصي، انا ما عنديش كلام كتير اقوله عن نفسي، غير اني اشطر مدير اشتغلتي معاه من 2019 ل 2021. اوكي ده مين ده؟ في بتكمله، مفيش حاجه تانية. هو ده بس كده؟ هو بيقول انا اشطر مدير، يعني معنى كده انه ميل، يعني مذكر. فمين ده بقى؟ عرفته. مين؟ عرفته. محمد سليمان. واو، برافو عليك، برافو عليك. ايه بقى ايه؟ مبسوط باللي انت حققتيه. انت من زمان عندك اهداف كتير عايزه تحققيها، شايف ان في جزء من الاهداف دي بدات تحقق دلوقتي. مبسوط لك وفرحان لك بجد. انت سالي حاجات كتير قوي، وربنا يوفقك في اللي جاي. باي باي. واو حبيبي سليمان بجد. مين هو بقى سليمان؟ سليمان انا اتعرفت عليه بعد ما كنت لسه راجعه من فتره توقف عن العمل في الميديا تماما. كنت سافرت اصلا وعملت بروجكت ومشيت خالص، فكنت راجعه بتحسس خطايا ولسه ببدا في مهنه البروديوسر. وهو كان سينيور بروديوسر في القناه اللي انا كنت بشتغل فيها. اوكي. ويعني كان مدير جدع يعني؟ كان جدع جدا، وكان بينزل يقف معايا. يعني انا اشتغلت، الكورونا دخلت، فالناس كلها جات لها كورونا ما عدا انا، وكنت اسيستنت بروديوسر صغيره لسه بتعلم. كان بينزل يقف في ظهري ومعايا، كنا بندور الحاجات من يعني احنا موجودين في القناه بس الناس موجودين في البيوت. حتى المذيعين كانوا بيطلعوا من البيت طبعا. فكنت كان الموضوع كبير عليا جدا جدا جدا، بس كنت دايما عارفه ابص ورايا كده الاقيه.
عارفه الاحساس ده؟ طبعا طبعا. وبعدين مع سليمان على فكره كده انا ولقطه كمان معلش لازم اقولها لازم اقولها، انه انا في الوقت ده ابني ما كانش عايش معايا، يعني كنت لسه منفصله جديد وابني كان عايش في دهب وكنت بضطر اسافر له. وهو بصراحه كان بيديك اجازات يعني، كان مش كان مش بس كان بيديني اجازات، هو كان متفهم يعني ايه ام بعيد عن ابنها، يعني ايه بتحتاج ان هي بجد تشوفه. كل كنت بسافر في الويك اند، بس حتى لو كان حصل اي ظرف و البروديوسر مش بس الفكره كده، البروديوسر شغال طول الوقت صح، فعشان اروح واقعد مع ابني ويبقى مديري متفهم الكيس دي كان وقت صعب قوي قوي ان انا انساه. ولما سليمان مشي انا عايزه اقول لك ان كان يعني في يعني حفله حب معموله لسليمان في القناه بعد ما مشي. كل سنه وانت طيب يا سليمان مننا كلنا كانا وهو وهي. واضح ان انت كنت مدير تجنن وصديق شريف عارفه كمان طبعًا تجنن طبعا وسليمان هارد وركر جدا جدا. انا عارفه سرحت في ايه سريعا جدا، بس سرحت في فكره انه السيره انه ناس كتيره جدا خصوصا في الشغل مديرين او ناس اشتغلتي معاهم مدير بالذات يجوا يعدي عليك وتحس انه الحمد لله انه عدى ومش عايز تفتكره للاسف يعني صح. وفي حد تاني مش بس بقى يكون مدير جيد او ان هو كان محترم او كويس، لا كمان ان هو كان انسان كويس بالضبط. فتفضل شايله ويبقى صديق ويبقى بعد كده سيرته للابد تفتكره بالخير طبعا. دي يا جماعه مهمه قوي لما تيجوا تشتغلوا وتكونوا مديرين او تكونوا ناس تحت ايديكوا، خلي بالكوا السيره بتفضل مش عشان خاطر تبقى مدير شاطر معناها تبقى بني ادم مش كويس. لا عمري ما هنسى صحيح. عمري ما هنسى لانه كان وقت صعب جدا في حياتي، انا برجع للمهنه من اول وجديد وبتعلم ومش واثقه في نفسي وابني مش معايا وظروفي ملخبطه. الانسانيات مهمه قوي 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 قوي. كنت طيب يا سليمان ومبسوط انا وانت طيب، وبقى دلوقتي بروديوسر مسلسلات قد الدنيا أيوة. وعمل حاجات كبيره والله كلمنا على استاذ غادة عبد الرازق ويحكي لنا على الحاجات الجامده دي. دينا رامز يا ترى يا ترى يا هل ترى عندك فكره مين ممكن يكون الصديق الخفي؟ بص هو انا عندي خمس صحبات الفيري كلوز خمس يعني العدد لوج فاكيد حد منهم، بس في واحده يعني بتبقى عارف يعني العشره طويله قوي قوي قوي. طيب تعالي كده اقول لك هديكي كيوهات خلاص. دينا توام روح الله عرفتها. الله الله اوكي انت لحقتي كروتها دي لا اديني فرصه اديكي سسبنس. طب يلا يلا صاحبتي واختي وسندي حياتنا افكارنا هواياتنا متشابهه جدا جدا دي اغرب لعبه اتلعبت في الحلقه جدا ممكن نقعد نتكلم ساعات وساعات في حضن الام معاكي دايما بحس بالامان الله والدفى ربنا يخليكي ليا. ايه ده ايه المسج دي لولا لولا حضن الام ده المصطلح بتاعنا ده اللي هو ايه نقعد في حضن الام لا بس من إيه؟ اول ما قالت توأم روحي عرفت اول لما قالت توأم روحي اول لما هي قالت توأم روحي انا عرفت على طول طبعا. تعالوا نشوف الفيديو. كل سنه وانت طيبه يا دندن عقبال ما نشوف بناتنا الحلوين اسعد ناس واحلى ناس وطبعا نكون مع بعض مع اولاد ولادنا. حياتي حياتي لولا حياتي. هي اردنيه لولا بقى لنا حاجه بسيطه بس 25 سنه اصحاب الله حاجه بسيطه قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. هواياتنا بسيطه وغريبه، بنحب نلعب تريكو ونلعب كروشيه، بنروح النادي على طول مع بعض، ولادنا بيست فريندز من هم بيبيهات مع بعض، عشنا كل الحاجات سفريات خروجات الحياه حلوه مع اصحاب بتحبيهم طبعا بيبقوا زي الاهل بعد شويه بيبقوا زي الاهل هي بجد. دي الـ بس كلامها يعني. كلامها في المسج يا دينا مؤثر جدا 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 أيوة. جدا لمسني يعني. لا حضن الام ده حضني انا وهي يعني لما ابقى محتاجه اقعد افضفض لازم اقعد معاها، ولما هي تحتاج تقعد تفضفض نقعد مع بعض. ممكن نقعد بالساعات ما نتكلمش يعني نقعد بالساعات نتفرج على افلام نعمل حاجات مش لازم اننا في احاديث مستمره يعني عيلة. انها تبقى معايا عارفه الاحساس ده. وهي اردنيه على فكره ولما كنت بذيع حاجات يوميه كنت دايما لغتي بتتاثر بيها اقول لها لولا ابعدي عني عارف اللي هو ايه افضل اتكلم بقى ليهم مصطلحات أيوة. أيوة. بالاردني كده. طب بتقول لها ايه بقى تعيدي عليها ازاي بالاردني لو يعني تعرفي كده؟ لا احنا ما بنتكلمش اردني بنتكلم مصري بقى لها 30 سنه في مصر يعني خلاص بقت مصريه كل سنه وانت طيبه يا لولتي يا حياتي يا حياتي يا حياتي.
لسانك تحفه بصراحه. جميل، ربنا يحميكم ويخليكم بعض. راقيه يعني، جدا وكلامها جدا يعني. جميل قوي بجد، لعبه حلوه قوي، لان هي لعبه فيها كان سسبنس وفن بس عاطفيه جدا بصراحه. فنلعب بقى لعبه بجد. بقول لكم ايه، نتفه يا جماعه، مش ايموشنال اللعب الجاي، على المكشوف كسبانين او خسرانين. وانا ما بخسرش يا خوفي، محمد محسن هنحتفل معاك. عشان بس نبقى فاهمين، ادينا رامز واحنا على باب الاستوديو بره، انا ما بخسر. او ما قالت في لعبه، انا ما بخسرش، انا ما بخسرش، انا ما بخسرش. لا لا ما بخسرش. ايه الحوار ده؟ انا اتوترت يعني. ايه انا عندي اللعب مكسب وخساره. لا 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 لا، معايا ما فيش خساره، انا اتوترت والله. مفيش خساره، ده صفر خالص، صفر بجد. هكسبهم هكسبهم. الاول هنحتفل مع محمد محسن دبه بالعتاوله ونبارك له وكل الحاجات الجميلة دي، وبعدين هنسحبه لعالم أنا وهو وهي مع الجيمز، عشان إحنا في أجازة النهاردة معاكم إحنا الثلاثة بعد